سيد توفيق علي حسين، كنت ساكنه خلفي نادي شباب ابو السعود بمنطقه مشهوره اسمها عزبه ابو ارض. كنا قاعدين في منطقه يعني كان يعلم بينا ربنا، جه السيس الله يبارك له نقذنا من المنطقه دي. اول هام العقارب، كنا نلاقي العقارب في الدولاب في الهدوم. مستشفى الدمرداش جايه كانت مش ملاحقه علينا، كان على طول نتقرص ونروح هناك القصر العيني. اول ما قالوا ده في منطقتكم فيها ازاله فرحنا، راحوا جابونا هنا اهوت المنطقه ديت. احنا كنا في تورب، انا قلتها قبل كده وانا بقولها تاني مره، الله يبارك لك يا سيسي ويكفيك شر المرض ويديك الصحه على اللي انت عملته معانا ومع عيالنا ونقصتنا من الوباء. احنا جينا المنطقه دي، انا اول ما قعدت في الشارع لقيت الشارع بالجمال وبالمنظر وبالحلاوه دي، كناش لسه طلعنا العماير، قلت اما لما احنا نطلع العماير والشقق يبقى منظرها ايه. لما طلعت لقيت جنه، حاجه غير اللي احنا كنا عايشين فيها خالص. لقيت اوضه نوم كبيره واوضه نوم اطفال وسفره ومطبخ ونيش وتلاجه وغساله وبوتاجاز وسخان، حاجات جميله جدا صراحه. ربنا الراجل ده الله يبارك له، الله يبارك له صح ان هو نقذنا ونقذ عيالنا وجابنا في منطقه نظيفه، والله يقويه ويساعدوا علينا. بنزغرط والله العظيم، بنبارك لبعض وبنزغرط. شفت العيد اللي الناس بتيجي وبتفرح بيه؟ احنا العيد بدا عندنا ساعه ما جينا هنا، لان احنا ما كناش عايشين، احنا كنا في تراب. كنا نطلع بره كنا نغير، كنا نبص للتلفزيون نغير فرش ايه ونظافه ايه، لحد ما ربنا كرمنا بالراجل دوت عيشنا زي الناس اللي عايشه. كنا امبارح تعالى اتفرج علينا هنا، كنا الناس اللي جايه كنا بنستقبلها والناس تزغرت واحنا نزغرت وكنا فرحانين جدا. انا واحده من الناس كان كل اللي يقول لي اقول لهم عقبالكم زينا. كنا عايشين في جمال هنا، انت يعني مش شايف المنظر اللي احنا فيه؟ انت قبل ما تيجي هنا كنا من شهر فات كنت تعالى اتفرج على منطقتنا وعلى شكلنا. كناش عايشين. وتكفى ان هو يطلع الجيل اللي طالع عيالنا احنا في النظافه، عشان هم اللي مستقبل مصر. احنا يمكن احنا كبرنا واهالينا ما عملتش معانا اللي هو هيعمله معانا ومع عيالنا، عشان احنا ما كناش عايشين. انا اسمي رجب زكي احمد، 62 سنه، كنت عايش في مصر القديمه في عزبه ابو ارنب اللي هي شهرتها عزبة طبرنا بس هي عزبة الفصال. دخلت في الندى والسعود، حسينا بهزة في البيت. جريت على اسم مصر القديمة، عملت محضر، قامت معايا لجنة في البيت معاينة، بلغوا الحي، جاء رئيس الحي مشكورا قام معانا خلى البيت وخلانا وقعدنا في النادي 12 يوم، وقال في خلال 12 يوم بالظبط اكون منقول من هنا. اشكره بشد واشكر جميع المسؤولين اللي وقفوا معانا ووقفوا جنبينا في شدتنا وفي الوقت اللي احنا كنا فيه ده. قعدنا 12 يوم، في خلال ال 12 يوم بالظبط جابونا على هنا. سلمونا بالظبط الساعة 11 بالليل. جه معانا رئيس الحي من مصر القديمة لرئيس الحي بتاع المنطقة. سلمونا ووقفوا جنبينا لحد ما استلمنا. وقال عايزين حاجة، قلنا له متشكرين جدا وألف شكر. وانا اشكر جميع المسؤولين في مصر واشكر رئيس الجمهوريه اللي هو معاه ناس نضاف، الراجل المناسب اللي اتحط في المكان المناسب، الراجل اللي يستحق كل خير، اللي واخد بلدنا وطالع للقمه، اللي منظفها، اللي بيعمل فيها كل حاجه حلوه. شوف شالونا من مكانها ايه علينا يموتنا، جابونا هنا، جابونا المكان نظيف، مكان سياحي، ده مكان، ده انا بعتبره مكان سياحي بالنسبه لنا. زينب محمد محمود ابو الحسن، السن 58 سنه، فرق جامد بين هنا وبين العزبه طبعا، مرحله جامده، نقله جامده يعني طبعا. هناك طبعا الناس عايشه ومش عايشه. فيهم اللي يعني ها يعني سن شويه، وفيهم اللي في خالص في الحديد، كله اطفال ونوم وانتري وتلاجه وغساله وبوتاجاز وسفره ونيش ومطبخ
كل حاجة، والحمام والمطبخ سيراميك من السقف للأرض، نظافة طبعا طبعا جامدة، جاهزة من كل حاجة وسخان وكل حاجة. احنا جبنا هدومنا بس فقط لغير، ما جبناش غير هدومنا. ربنا يبارك يا رب للي عمل وينصره معلمين يا عادي بحقيقة النبي يا رب. معايا 17 حفيد ومعايا واد وولدين وبنتين وجايبين لي 17 حفيد، كلنا كده كنا قاعدين في بيت واحد. المهم اللي احنا اتنقلنا من وباء لنظافة، فينا سوبر ماركت وفي مدرسة هتتفتح وفي نادي للعيال ملعب، في ان شاء الله تتطور وتبقى احسن من كده، وفي موقف اتوبيس بره يعني توصيلات برضه، ولما تكون في مكتبه لعيل، لما تكون في حضانه نظيفه لعيل طبعا، غير لما يكون عيل بيلعب في شارع، غير لما يكون في مكتبه بيلعب في نادي بيلعب في حديقه نظيفه، طبعا حاجه انظف واحسن لاولادنا. اسمي جنات حسن سعيد، كنا ساكنين خلف نادي ابو السعود. يعني مش قادره اوصف لك احنا كنا عايشين ازاي. انت لو كنت جيت وشفتنا واحنا عايشين هناك كنت هتقولوا انتوا عايشين ازاي هنا في وسط العقارب وسط التعابين. عيشه ان انت قاعد مفيش قله مطبخ مفيش بتاع. انا كنت بقعد في الارض واعمل شويه الاكل عشان اقدر انول نفسي، مش قادره، مفيش حاجه ان انا اعمل عليها اكل. كنا عندنا شعله بنعمل بقى عليها الاكل، مفيش، ما عنديش بوتاجاز. اقول لك انا عندي بوتاجاز؟ مفيش حاجه. حبه المواعين جنبي على القفص، كافيين قفصين وحاطين عليهم حبه المواعين. يعني ما فيش قوله ان احنا ايه، يعني عندنا احنا كنا عايشين عيشه ما كانتش عيشه. الله يبارك له، الله يكفي شر المرض. احنا عايزينه يعلى بينا كمان وكمان، ويخلي شبابنا تبقى اعلى واعلى، وبلدنا دي تبقى احلى بلد. عيالي كلهم معايا هنا متجوزين، كل واحد استلم هنا. فاحنا بنشكر الريس، بنشكره بكل شده، وربنا يعليه كمان وكمان 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 وكمان. احنا عايزينه اعلى واعلى واعلى من كده بكتير، زي ما مخلي بلدنا كده، هو عايز يخلي بلدنا احلى بلد، وفعلا هيفضل وراها برضه لما يخليها احلى بلد.